الرثاء الكليل في الراحل النبيل من كلمات الشيخ أبي الخطاب عبد الرزاق الوبيري أداء محمد الشحي. أنت المعز لمن تشاء والرافع، يا رب يا رحمن أنت السامع، أنت الكريم المستعان الواسع، أنت الرؤوف على العباد جميعهم، أنت المعز لمن تشاء والرافع، أنت الذي تهب الحياة تفضلا، وبعدلكم تجري هناك مدامع، الحمد للرحمن لا نسلو سوى بالحمد، إن فجع الفؤاد فواجع، في كل حال حمد ربي دأبنا، وبفضل حمد الله نص الشارع، إن عبيدك راجعون إليك لا ندري عن الوقت الذي سننازع، سننازع السكرات حقا كلنا، والموت للأحياء حق واقع، إذ ليس يبقى غير وجه إلهنا، وإليه كل في القيامة راجع. أخذ الكريم حبيبنا لجواره في فجر جمعتنا وكان الرابع، من ذي القعيدة جاء نعي صديقنا بفجائع ما بعدهن فجائع، ذاك النبيل حبيبنا ورفيقنا، ذاك الذي للمكرمات مسارع، ذاك الذي عاشرته وسبرته، ذاك الذي عن كل غي نازع، ذاك الذي بالصفح عاش حياته، ما كان يحقد أو تراه يخادع، ذاك الذي يلقى الجميع ببسمة وبلطف قول تستطيب مسامع، ذاك الذي ما كان ينهر قادما في حاجة أو كان يوما طامع، ذاك الذي خدم العلوم بهمة وعن الكرام الصالحين يدافع، ولقد شهدت له مواقف عدة فرأيته نعم الكريم الرائع، أما الجهود لخدمة الدار التي بالعلم والتعليم صيت ذائع، فالكتب تشهد والرفوف وكل ما تلقاه يحكي جهده ويضارع، أن أعزي غير نفسي إنني في فقده المفجوع وهو الفاجع، يا رب أكرم نزله في جنة واخلف في بنتيه أنت النافع، وفق إلهي عاصما ليكون في بيت الفقيد مؤانسا ويدافع، وارزقهم برا بأمهم التي فقدت عزيزا ليس يوما راجع، وارحم إلهي من فقدنا بيننا، وارفع منازلهم فأنت الرافع، ثم الصلاة على النبي محمد ما سل بالخدين دمع هامع، ثم الصلاة على النبي محمد ما سل بالخدين دمع هامع، ما سل بالخدين دمع هامع.